عايز بس اقول لك حاجه، لانه تاني الزن على الودان وحش، وزن الاخوان واللي شبههم والعيال ما بتقولش ابدا ان هم اخوان، واللي ممكن يقعد يكتب لك على صفحته ان هو طول الوقت ضد الاخوان، انا عمري ما حبيتهم ولا كنت معاهم ولا بحبهم ولا متفق ولا متعاطف. هو لازم هيدي لك الصوره دي، بس هتلاقيه بيدي لك سم تاني بقى. يعني مثلا يقول لك ايه، هو مش معقول كل شويه يقولوا لنا يعني ان الوضع الاقتصادي حرج. طب انت عايزنا نخبي عليك نقول لك الوضع الاقتصادي حلو؟ ده سؤال. السؤال التاني، هو مين في حكومات العالم ما قالش ان الوضع الاقتصادي حرج؟ الصين بتقول الوضع الاقتصادي حرج، اقوى اقتصاد في الدنيا امريكا بتقول الوضع الاقتصادي حرج، بريطانيا بتقول الوضع حرج، المانيا بتقول الوضع حرج، ايطاليا بتقول الوضع حرج جدا قوي خالص. الوضع حرج بقى، نعمل لك ايه طيب؟ يعني هنخترع كوكب جديد؟ ما تسلمش ودنك للعيال التفه بتوع الجماعه، ساء عليك النبي، او اللي طول الوقت قاعد بيبس سم. طب هتعرف منين؟ يعني تقول لي هو اي حد هينتقد يبقى اخوان؟ لا، بس معقول في واحد طول الوقت ما بيقولش غير سم؟ مش حاجه عدله ابدا في حياه اهله يعني خالص.